أعزائي المتابعين، لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة ورن الجرس ليصلكم كل جديد. والآن نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم في قناة روائع وإبداع دهبك. النهاردة يا جماعة هبدأ معاكم في شرح بعض دوائر اللي هي الرداوي القديمة، اللي هي ترانزستور، وإن شاء الله نعدي على اللمبات أو الصمامات ونشرح. طبعا الحاجات دي نادرة، بس أنا برضو لقيت ناس بتدور على نفس الحاجات دي، يعني واحد عنده واحد لمبات مثلا أو صمامات ورثه عن جده أو ترانزستور، هو أثري من ناحية التمن يعني، أو من ناحية الناس بتحب تشوف الحاجات الأثرية أو تصلحها وتشغلها. فاحنا برضو هنحاول نقدم لهم الخدمة دي، لو ان انا عارف يعني مفهوش ما مش هيبقى فيه مشاهدات كتير، او الناس مش كل الناس محتاجة الحاجات دي، لكن انا برضو احطها كده لايه، لوجه الله، يمكن تنفعنا بعد ما ماتنا حد يلجأ لها يصلح جهاز عنده ولا حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ النهاردة. الجهاز الترانزستور 870 ماركة كايرو، صناعة الجمهورية العربية المتحدة. الكتاب ده يا جماعة يمكن عمره بتاع 40 سنة، يعني الكتاب ده ساعة ما طلع بقاله 40 سنة. فنشرح الدائرة دي يا جماعة، زي ما احنا شايفين دائرة ترانزستور موجة متوسطة، طبعا شغالة على نظرية خلط الإشارة اللي هي السوبر هاترودين، على دائرة مطبوعة زي ما احنا شايفين كده. مدى التردد بتاعها يا جماعة موجة متوسطة من 186 إلى 570 متر. ضغط التشغيل 6 حجر بطارية تورش، زي ما احنا شايفين اهو 6 بطاريات، الحجرة التورش الكبيرة شوية دي، كل حجر بيدي 1.5، يعني المجموع 5 فولت. استهلاك التيار حوالي 25 ملي أمبير عند عدم وجود إشارة. في حالة عدم وجود الإشارة تبقى 25 ملي أمبير. بترتفع الأمبير بتاع الجهاز دوت إلى 180 ملي في حالة عندما يكون الإخراج 750 ملي أمبير على السماعة. التردد المتوسط 468. يمكن انا شارح الحاجات دي يا جماعه وتفاصيل في فيديوهات سابقه عشان ما نعيدش الكلام والفيديو يطول مننا. اللي عايز يعني يعرف اكتر، في قائمه اسمها الراديو، وفي الراديو والمسجلات، يعني لو اتبعتها ان شاء الله هتفهم كتير قوي وتبقى قصة صيانه اجهزه بتاعه الراديو. القدره زي ما قلنا يا جماعه، قدره الاخراج او القدره الصوتيه 750 ملي عند نسبة تشويه 10%، يعني ممكن ما تلاقيهاش 100% زي ما جاء من محطة الإرسال، نتيجة طبعا عوامل كتيرة منها العوامل الجوية. الهواء يا جماعة هواء مغناطيسي زي ما احنا شايفين كده، أو احنا عارفين اللي هو اللي هو الفرايت، عمود فرايت وملفوف عليه الملفات زي ما احنا شايفين اهو، دي الملفات بتاعة عمود الفرايت مع مكثف. المكثف اللي بنحول منه بنقدر نستقبل المحطة. يجي بعد كده في هنا مذبذب ومازج، طبعا الإشارة داخلة على المازج، على المذبذب ده، والمازج بيمزج بين إشارتين، إشارة المازج اللي هي المذبذب ولا إيه، وإشارة الإشارة اللي جاي من إيه، من جاية من الإرسال، وبيمزج منها وبيطلع ما يسمى التردد المتوسط. التردد المتوسط ده بيقوم بيها يا جماعة اللي هو ترانزستور، أول مكبر تردد متوسط رقمه OC 170، ده بيطلع تردد متوسط، ده تردد متوسط أول، وبعدين تردد متوسط تاني، وبعد كده الكاشف. الكاشف هنا عبارة عن إيه؟ عبارة عن ديود زجاج رقمه INN 41، عشان لو لقيناه بايظ نغيره بنفس الرقم. طبعا هنا في ترانزستور الاشاره بتتقي ترانزستور المزج والمذبذب
من خلال بتنتقل الإشارة من خلال الايفات دي. ده اي اف يا جماعة اهو اللي احنا عارفينه اللي هو بنحول منه بواسطة مثلا ايه، اجيب واحد كده واوريه لكم اهو يا جماعة، ده ما يسمى اي اف اللي هو ده. بنحط مفك هنا وهنا في قلب برضو في الرايد، بنحوله عشان نقدر نظبط الترددات او الاشارة في حالة مثلا حد عبس فيها، او في حالة احنا عايزين نظبطها نتيجة الشوشارة، نتيجة قطع بعض المحطات، بنظبط من ما يسمى بالاي ايفات. طبعا بتبقى واخدة الوان احمر واصفر وساعات اخضر، يعني بتاخد واسود، بتاخد الوان. من خلال يا جماعة زي ما قلنا بتمر الاشارة للمحول ده، بعد كده انتقل للمحول ده بتاع اول تردد متوسط من خلال برضو الاي اف ده. طبعا ده ليه ملفين، ملف ابتدائي وملف ثانوي، ونفس الحكايه الملف ابتدائي وملف ثانوي. وموجود يا جماعه على الخارج بتاعه مكثف اهو، بيبقى صغير وداخل وجوه الاي اف كده. في حاله بوظانه طبعا او فصل او اتحرق ما بتمرش الاشاره، لان ده مع الملف المكثف ده مع الملف بيعمل دايرة رنين وبيعدي التردد بقى المتوسط اللي مزجناه مع إشارة المازج وإشارة اللي جاية من المحطة. طبعا وفي حاجة هنا هوائي، في هوائي تاني، هوائي خارجي زي الاريال يا جماعة اللي هي اللي بنقول عليها اريال تلسكوبي، بينزل ويطلع متوصل بواسطة هذا المكثف اهو على طرفه وداخل للملفات. الملفات دي زي ما قلنا في هنا مكثف اهو، مكثف اللي هو مكثف المحطات، مكثف متغير بيمر ويجي هنا على التردد المتوسط، التردد المتوسط يكبره الاولاني وبعدين التاني يكبره ويعدي التاني اهو يا جماعه. طبعا هما كل الترانزستورات دي واخدين رقم واحد يا جماعه اللي هو او سي 170 اهو، او سي 170 هو الرقم كل الترانزستورات اللي هي بتاعت التردد المتوسط لحد الكاشف. الكاشف عباره زي ما قلنا اهو، المكثف عباره عن ايه زي ما احنا شايفين كده، عباره عن ديود زجاجي بيفصل بين الاشاره والموجه الحامله. طبعا احنا زي ما عرفنا الموجه الحامله بتشيل الاشاره عشان تقدر توصل للبيوت، زي كده عربية ملاك شال الإشارة وبتروح البيوت. طبعا ده بيروح فاصل يقول لها روح، شكرا يا عربية، تروح معدية الإشارة اللي هي الإشارة الصوتية وتوصل لهنا للترانزستور ده اللي هو الدرايفر مكبر تردد منخفض أو درايفر اهو. دولك يا جماعة مكبر أول مكبر تاني، بعد كده بتدخل لدائرة التكبير. دائرة التكبير فيه 2 ترانزستور اخراج، اسمه ترانزستور اخراج دفع وجذب زي ما احنا شايفين، واخدين رقم اهو يا جماعه زي ما احنا شايفين اللي هو او سي 70 و سي 74. ده ترانزستور غير ده، لازم يكون الترانزستورات الجذب يا جماعه مختلفين في الرقم، لان واحد فيهم ان بي ان والتاني بي ان بي يعني عكس بعض. بس من الدرايفر في هنا درايفر يا جماعه اللي هو اللي بنقول عليه ده محول درايفر، بيعدي برضو مفيش ربط بينهم مباشر، من خلال الحس بينتقل من الملف الاولاني للملف الثاني، بعد كده بيدخلوا القاعده ويتم تكبيرهم وخروجهم الى المحول او السماعه ديك وتخرج لنا الصوت. طبعا ده الطرف الارضي اهو اللي هو الاسود دوت. في هنا مجموعه من الترايمرات اهي يا جماعه، بتبقى على ظهر البورده، ادي واحد اهو واحد اهو. طبعا ده المكثف، في هنا ترايمر عشان ظبط الاشاره، وفي واحد هنا اهو برضو متصل مع ده اهو على التوازي، ده مع ده نظبط نطلع الشوشره، نظبط المحطات وما الى ذلك. ترانزستورات الدرايفر دول يا جماعه دول رقمهم
دي سي 71 والتاني برضو دي 71 نفس الرقم الاثنين دولك اهمك. طبعا لما اجي اغير اي حاجة من ترانزستورات بغيرها بنفس الرقم، محطش رقم لان ما اكون متأكد ان هو البديل بتاعه. زي ما احنا شايفين كده يا جماعة نقط قياس الاشارة، يعني اللي عنده جهاز سيليسكوب بيقيس الإشارة على مخارج الترانزستورات ويشوف التردد المتوسط موجود ولا لا. ادي نقطة يا جماعة على مجمع اهو، ودي نقطة تانية على المجمع دوك، ترانزستور دوك هنا كده او هنا على المجمع، على كل المجمعات لو عندك سيليسكوب هتقيس التردد المتوسط اللي هو 468 كيلو سايكل. ارجو ان اكون وضحت الفكرة، وان شاء الله ليا دوائر تانية وهنشرحها لراديوهات، وان شاء الله نوصل لايه تصليح اللمبات اللي هي الصمامات. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.